اليوم تاع انسحاب العباس ضد جمعية شلف وبعد هذا الفوز يعني الشاق وعلى كل حال على بحكة من طرف اللاعبين كان تجنيد من طرف اللاعبين أمام المسؤولية لهذا المباراة اللي باش يعني نداوموا في المنافسة للصعود. ما زلنا ما صعدناش لكن هذه خطوة هامة. قائدان للفريق بغاو يديروا ديكلاراسيون للجمهور العباسي ومحبي الاتحاد العباس فليتفضلوا. السلام عليكم. قلت انا جيري ميرسي بيان لي جوا اللي كانوا بريزون لي ما ايزون في كيقولوا لامبوسيبل باش يكون لي تروا بوان الناس تاعنا. الحمد لله ربي وفقنا وان هاد لي تروا بوان حسبنا بزاف في الشامبيون مالغي تو لي موفي با لي درناهم باراير. حنا درنا ريونيو بيناتنا ودا واتفقنا كاع باش ان شاء الله ديمونديو للشعب اللي بالعباسي هذايا اللي حنا هنا رانا على جالو. تفاهمنا كاع باش لا بريم دي ماتش هادي ان شاء الله ونفاليدي نهدوها للجمهور هذا سوسوا دي كادو سوسوا دي مالاد ولا ان شاء الله يا ربي ما حش ندو درا نتاع لا بريم هادي. بسم الله. السلام عليكم. انا كما قال الرئيس مصطفى عدل تفاهمنا قبل الماتش باش نربحوا الماتش هذا اللي هو ديسيزيف الماتش تاع كنوري تاع صعود ونهدوا هذا الماتش هذا اللي طرا هاد لابريم هذه نهدوها لي سيبورتير سيرتو لي سيبورتير اللي موجودين في الاستاد. حنا نتمنوا منهم باش يجونا بقوه للديمي فينال واللي ماتش اللي بقاونا وباش نفرحوا كاع ان شاء الله يا رب.